خلونا نتابع مع حضراتكم أيضا مزيد من التعليق على هذه الزيارة أيضا وما دار أيضا في هذه القمة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك سعادة السفير. يعني وجود السيد الرئيس في زيارة مهمة، زيارة رسمية، استقبال حافل، وأيضا تعاون وعلاقات اقتصادية مهمة نحن أكيد بالحاجة لها، ولكن أيضا في نفس التوقيت نحن نعرف ما يدور في قطاع غزة وأهمية أيضا وجود الصين وكلمة الصين، وأنه يكون في أيضا كلمة وأيضا يكون في أيضا تنبيه للمجتمع الدولي والنظام الدولي لما يحدث في قطاع غزة. يعني كيف رأيت هذا حضرتك؟ يعني أتفق مع حضرتك تماما، توقيت الزيارة شديد الأهمية في وقت يشهد فيه الإقليم مأساة إنسانية تقع في قطاع غزة وعدوان إسرائيلي غير مسبوق وتواطؤ غربي حقيقة يستدعي من مصر ومن البلدان العربية التحرك في أطر استراتيجية لا أقول بديلة ولكنها مؤثرة على مسار الأوضاع في المنطقة دون الاعتماد على هؤلاء من أثبتوا تواطؤهم وعدم التزامهم بقواعد القانون الدولي والمماهاة والتواطؤ مع جريمة في حق الإنسانية في قطاع غزة. كذلك السيد الرئيس يتصدر منذ أمس المشهد في المنتدى العربي الصيني العشرين، وهو منتدى تقدر فيه الصين علاقتها بمصر وبالبلدان العربية، حيث حققت هذه العلاقات مكانة ومرتبة رفيعة. لعبت فيها الصين دورا محوريا في النهوض بالتجارة والاستثمار وبقضايا تتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب، فكانت خير صديق لمصر وللأمة العربية، وباتت الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للبلدان العربية بحجم تجارة تصل لنحو 300 مليار دولار، وهي أيضا المنتدى منصة متميزة لدفع العلاقات العربية الصينية لأفق استراتيجي جديد. فمشاركة السيد الرئيس مع 4 رؤساء دول عربية يعكس مدى اهتمام الصين والرئيس شي جين بينغ بمكانة العلاقات المصرية والعلاقات العربية. وتذكرين سيادتك أن مصر كانت الدولة العربية والإفريقية الأولى التي اعترفت بالصين عام 55 وقادت مسيرة الدول النامية لدعم. صحيح، كانت أول دولة إفريقية كمان أعتقد مصر. بالفعل أستاذ الشفقي، وهي التي قادت المسار إلى دخول الصين للأمم المتحدة في سبعينات القرن الماضي. طيب اليوم ونحن نشهد هذا الارتباك والاضطراب الدولي في أوروبا والحرب الروسية الأوكرانية في عامها الثالث والأوضاع في غزة كما وصفت جريمة في حق الإنسانية وجريمة إبادة جماعية تخلت فيها الولايات المتحدة والدول الغربية عن القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي، وباتت الولايات المتحدة حاجز لإفعال قواعد القانون الدولي وتفعيل دور المؤسسات الأممية على رأسها المنظمة المسؤولة أو المجلس المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدولي، فعطلته 5 مرات وربما تعطله لسادسة. وطبعا كما ذكر الرئيس شي جين بينغ اليوم في كلمته أنه لا يمكن إغفال العدالة في الشرق الأوسط. صحيح، طوال هذه المدة. أنا لا أعتقد أن المسار الحالي للعلاقات الدولية يجعلنا بعيدين عن الاعتقاد بأن زيارة من هذا النوع ومنتدى بهذا الحجم 300 مليار دولار حجم التجارة العربية الصينية الشريك الأول. صحيح، وهي أيضا شريك لمصر ودافع ومساند له خلال المرحلة الحالية، ونحن في حاجة لشريك دولي أيضا على المستوى الاستراتيجي. فهمت الدبلوماسية الصينية في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، وكان يعني خلافا مستفحلا. وأنا أعتقد أن الصين مؤهلة كما دعا الرئيس شي جين بينغ اليوم إلى عقد مؤتمر دولي للسلام. صحيح، في الشرق الأوسط لإقامة حل الدولتين في مسار لا يعود بنا إلى الخلف بل يتقدم بنا
في ظل ضمانات دولية. نتمنى سعادة السفير أنه الدعوة لهذا مؤتمر السلام اللي بيدعو به أيضا الكل وكل العقلاء من النظام العالمي، نتمنى أنه هذا المؤتمر إذا تمت الدعوة لي وإقامة المؤتمر يكون خير صوت وخير صوت لإسكات ما يحدث في قطاع غزة.